بفقرة الأخبار ومع أهم خبر لهذا اليوم اللي هو العودة للدراسة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات لمقاعد دراسة. تبرز أهمية قيام أولياء الأمور بفحص اللياقة المدرسية للأطفال المستجدين في المدارس، وذلك للدور المحوري للفحص في اكتشاف أي مشاكل صحية قد تؤثر على مسيرة الطفل التعليمية. يتضمن الفحص عدة جوانب، منها التقصي عن التاريخ المرضي للطالب وأسرته والوقاية من الأمراض المعدية والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، وأيضا أنواع الأغذية التي يحتاجها الطفل خلال اليوم الدراسي. وللحديث أكثر حول صحة الطفل ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الفريح، أستاذ واستشاري طب الأطفال والحساسية والصدرية في جامعة الملك سعود والمدينة الطبية الجامعية في الرياض. دكتور عبد الرحمن، أهلا بك في الشارع السعودي. أهلا وسهلا، أنا سعيد بهذا اللقاء وشكرا على الاستضافة، وبهذه المناسبة أهني أبنائي الطلاب والطالبات العام الدراسي الجديد الذي أرجو أن يكون إن شاء الله مليئا بالتحصيل ومختوما بالنجاح والتوفيق. معنا يا دكتور 5 دقائق أو 6 دقائق في هذا اللقاء، نبغى نستثمرها معك في أكبر كم ممكن من المعلومات المهمة للأسر والوالدين. ليش يعد فحص اللياقة المدرسية ضروري قبل نبدأ العام الدراسي؟ الفحص الطبي ضروري للمقولة القديمة جدا التي تقول أن العقل السليم في الجسم السليم، فإذا كان الطفل سليم الجسم سليم البنية فعقله يكون كذلك سليما، قادرا على التحصيل وقادرا على الإبداع وقادرا على الابتكار. فالفحص الطبي هو من الضروريات الأساسية التي يجب أن تكون الطفل مر بها قبل أن يلتحق بالمدرسة لعدة أسباب، نظرا لأن كثير من الأمراض تؤثر على صحة الطفل وتؤثر على مزاج الطفل وتؤثر على فكرة الطفل وتحصيله. طيب الأمراض، على طاري الأمراض اللي أنت قلتها، وش الأمراض المعدية الأكثر شيوعا بين الأطفال في المدارس؟ طبعا أكثر الأطفال عرضة للأمراض هي الأمراض الفيروسية لأنها سريعة الانتشار وسريعة الأعراض، يعني بعض الأمراض تأخذ وقت طويل لكن الفيروسات 3 إلى 5 أيام تظهر الأعراض، والانتشارها عن طريق الهواء، عن طريق الرذاذ، عن طريق الملامسة، عن طريق استخدام الأدوات بين الطلاب، فالانتقالها سريع جدا. الإنفلونزا الموسمية مثلا، بعض أمراض الأطفال زي مثلا العنقز والأمراض الجهاز التنفسي، كل هذه من الأمراض اللي سريعة الانتشار. أمراض الجهاز الهضمي كذلك من الأمراض سريعة الانتشار، نظرا لأنه استخدام دورات المياه يعني مع أعداد كبيرة من الطلاب وعدم غسل اليدين وعدم استخدام مثلا المطهرات والصابون. الصابون دائما قاعدة عامة، كل ما استخدمنا الصابون ونظفنا أيدينا كل ما كان الإمكانية لنقل العدوى أقل، وهذه مرينا عليها في ظروف تذكرونها جميعا أيام الكورونا. طيب بنيجي للأكل، كيف أن نحمي الطفل من خلال الأطعمة؟ إيش الأطعمة اللي يجب تضمينها للطالب في يوم الدراسي؟ طبعا الطعام هو الأساس، والأطعمة الأساسية اللي يكون الطالب يعني يأخذها هي الأطعمة الصحية. الأطعمة الصحية تتضمن طبعا البروتينات والخضروات والفواكه، والابتعاد عن الأطعمة التي تتسبب في مثلا سكريات زيادة أو تتسبب في مثلا مشروبات الطاقة تؤثر على الطفل. والأطعمة الأساسية زي مثلا الحليب ومنتجات الألبان، البروتينات، الماء، البيض، الموز، الأفوكادو، الفواكه والخضروات اللي موجودة دائما في مواسم معينة والتي تكون موجودة طول السنة. ولا ننسى
يعني حبيبتنا وقريبتنا وأمنا النخلة التي منها التمر، فالتمر هو مصدر جدا مهم للطاقة ويحتوي على الكثير من المواد المهمة لجسم الإنسان مثل السكريات المهمة وكذلك الأملاح المهمة والألياف. طيب، هل ممكن أن يتأثر الطفل بحساسية طعام معين؟ أكيد، وحساسية الطعام من الأشياء المهمة جدا، وهي من الأشياء اللي يتضمنها الفحص الطبي المدرسي قبل الدخول للمدرسة وفي كل عام دراسي. ومن أهم الأشياء اللي ممكن تحدث للطفل من حساسية من الطعام مثلا حساسية من المكسرات، حساسية من السمسم، الحساسية من بعض الفواكه، الحساسية من الفول السوداني، في حساسية كذلك من البيض، في حساسية مثلا من، يعني لا يوجد طعام لا يسبب حساسية ولكنها درجات متفاوتة. ولكن أحب أن أطمئن الآباء والأمهات أن حساسية الطعام بشكل عام، يعني كل ما كبر الطفل كل ما خفت الحساسية بشكل عام، وليست هذه قاعدة يعني مطلقة، لكنه كثير من الأمهات يعني يصير عنده يعني ردة فعل قوية من ناحية الحساسية، وتظن الأم أنه هذه يعني نهاية العالم، والطفل يعني يصاب بردة فعل بحيث أنه يكره بعض الأطعمة ويكون عنده تحسس منها. فكثير من الأطفال اللي عندهم وهذا شيء حساسية طبيعي. يعني كثير من الأطعمة تتحسن الحساسية مع إذا الوقت كبر. طيب، تبقى مع وش دور التطعيمات في حماية الطفل من الأمراض المعدية داخل المدرسة؟ طبعا أهم شيء هي اللي موجودة في بطاقة التطعيم، وبالتالي البنات كذلك الحمى الألمانية والحمى القرمزية، هذه كلها من الأشياء اللي يجب أنه البنات بالذات تجدد لهم التطعيم. وفي طبعا التطعيمات اللي هي المنشطة زي مثلا تطعيم البوليو اللي هي شلل الأطفال، وفي تطعيمات طبعا الموسمية اللي هي الإنفلونزا الموسمية. وبالمناسبة الإنفلونزا الموسمية هذه عبارة عن فيروسات متحورة، وحنا عرفنا هذا يعني حتى من قبل الكورونا أن الفيروسات سريعة التحور، فكل سنة يكون في تطعيم لفيروسات مختلفة بعض الشيء عن الفيروسات من السنة اللي قبلها، فيجب أن يكون التطعيم متجدد. لو بطلب من الدكتور عبد الرحمن الفريح وهو استشاري طب الأطفال إلى أهم نصيحة ذهبية توجهها مع بداية العودة للدراسة اليوم، توجهها للوالدين أو الطلاب، وش ممكن تقول في 30 ثانية؟ يعني أنه الطفل يجب أن يشعر في المدرسة بأن المدرسة هذه هي يعني بيته الثاني وليست مكان يعني فيها الجد والجدية، وهذا المفهوم يجب أن يكون واضح للطلاب والطالبات اللي هم في المتوسط والثانوي. لكن في الابتدائي يجب أن يشعر الطالب أنه هذه بيئة المدرسة هي البيئة الطبيعية، وهي كأنه بيته اللي يقضي فيه الوقت الممتع والوقت اللي يستطيع أن يعني يستذكر فيه وكذلك يبدع فيه. ممتاز. دكتور عبد الرحمن الفريح استشاري طب الأطفال كان معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل، العودة للدراسة الليلة على طاولة الشارع السعودي. أهلا بكم في الشارع السعودي من قناة السعودية. اليوم بدأ موسم تعليمي جديد في السعودية بعد أن قضى الطلاب والطالبات إجازاتهم الصيفية.
كانت ملامح هذا الموسم تستهدف وعي الطلاب والطالبات وأسرهم، مثل إعلان الشروط الواجب توفرها في سائق النقل المدرسي، كذلك ما يتعلق بالزي المدرسي اللي من حق الطلبة وأسرهم شراءه من أكثر من بائع دون احتكار كما كان في السنوات الماضية. كما بدأ مغردون بالتذكير بالأنظمة الصارمة لاحترام المعلم والمعلمة والغرامة التي تقدر بمليون ريال والسجن 10 سنوات كعقوبة الاعتداء على المعلم أو المعلمة لفظيا أو جسديا أو حتى عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. الجدير بالذكر أن وزارة التعليم حددت الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر، ومتى تقوم إدارة التعليم بتطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل عندما يصل غياب الطالب أو الطالبة إلى 20 يوم غياب مجتمعة أو متفرقة، حينها يتم إحالة ولي الأمر إلى الجهات المختصة بحماية الطفل، وغيرها من المعلومات التوعوية والأخبار التي تتعلق بهذا الموسم التعليمي. إحنا في الشارع السعودي ندعو الله أن يوفق كل طالب وطالبة واللي هم مستقبل السعودية وعمادها ورأس مالها البشري المراهن عليه، وأن يوفق كل مسؤولي التعليم من قيادات ومعلمين ومعلمات، وأن يعين أيضا الأسر على القيام بهذه المهمة تجاه أبنائهم على أكمل وجه. الشارع السعودي زار مدرسة إحدى المدارس في الرياض مع زميلنا المراسل منصور الجمعة. نشوف ونرجع. محطة جديدة لعام دراسي جديد بعد الإجازة الصيفية، مستقبل رائع لغد مشرق مع طلابنا في مدرسة العارض المتوسطة. التجهيزات على نوعين، تجهيزات البيئة المدرسية وهي تمت قبل أسبوعين من تواجد الطلاب تحت قيادة مدير المدرسة وبإشراف مكتب العارض والتعاون مع الكادر الإداري، والتجهيزات الأخرى اللي هي تجهيزات المعلمين للمقررات الدراسية تم تجهيزها قبل أسبوع من استقبال الطلاب، والحمد لله الأمور إن شاء الله مكتملة النصاب. وابتدأ العام الدراسي، سنة جديدة تحمل طموحات كثيرة. شاعرك اليوم في أول يوم دراسي؟ متحمس وجاي أفضل بإذن الله. والبطل؟ عام جديد بإذن الله راح نكون أحسن من قبل بإذن الله. إن شاء الله سنة جميلة ومليئة بالإنجازات. إن شاء الله يكون عام دراسي جيد نفس اللي قبله وأحسن إن شاء الله. بإذن الله بيكون أفضل تم دراسي لي. عودا حميدا، وإن شاء الله تكون هذه السنة أفضل من السنة الماضية. إن شاء الله تكون سنة جديدة وأفضل. أتمنى يكون عام دراسيا حافلا بالإنجازات. أرحب بمن انضم معنا في الاستوديو الدكتور معيض الزهراني المدرب المعتمد والمستشار التعليمي. دكتور معيض أهلا بك في شارع السعودي. حياكم الله جميعا. أول شيء 3 بطاقات تهنئة، بطاقة لكم أنتم شكر وتقدير على اهتمامكم بهذا الوقت في بداية العام الدراسي كل عام، وهذا الشيء صراحة تشكرون عليه دائما. البطاقة الثانية للمعلمين أصحاب الرسالة، هم معقود عليهم الأمل، في الأمل وفي الهمة وفي العزيمة في تنمية النشء، يعني فعلا هم اللي من يوضع زي ما قال قائد مسيرتنا جبل طويق. يعني نتمنى أن كل معلم هدف أن يبني هذا النشء ليوصلها مثل هذا الجبل اللي نسمع عنه. والبطاقة الثالثة هي طبعا للأسر اللي نحبهم، نتمنى أنهم هم اللي من يبعث الحب للمدرسة بعيد عن التوتر وبعيد عن الإحباطات وبعيد عن عملية يعني الكلمات طبيعي، لأن المدرسة جزء من حياتنا. صحيح. فيجب أن دائما نخلق عند الطفل وعند الشاب المدرسة هي جزء من حياتنا، يجب أن لا نجعلها يعني رعب وخوف للطالب. أرحب أيضا بالدكتورة الهنوف الحقيل المستشارة الأسرية والتربوية معنا عبر سكايب. دكتورة هنوف أهلا بك في شارع السعودي.
حياك الله أخوي صلاح، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله يكون هذا البرنامج والصوت اللي ينطلق اليوم من هذا البرنامج مؤثر يا رب على الطلاب والأسر وكذلك على المسؤولين في وزارة التعليم. بإذن الله. الله يحييك، دائما تثرينا دكتورة هنوف، ودائما أقول للضيف اللي عبر الأقمار أو عبر سكايب اعتبر نفسك معنا في الاستوديو، حتى لو بغيت الداخلين في أي وقت من دون سؤال لك الحرية يا دكتورة الهنوف. وهذا عوايد الشارع السعودي إنه أصبح حواره الليلي هذا جزء من بيوت الناس. الإعلامي هو انعكاس يا أستاذ صلاح، الإعلامي نفسه اللي يقدم هو انعكاس للضيف، وانت ما شاء الله تبارك الله شمس مشرقة من بعدك الله يسلمك. دكتور معيض، خلنا نبدأ بثلاث فصول اللي هي في رأس كل طالب وطالبة الحين. رسميا هي ثلاث فصول كما أعلنتها وزارة التعليم، لكن قالوا أنه يحق لبعض المنشآت فصلين وأتاحوا بعض الاستثناءات فصل. طبعا هي الاستثناءات كانت الجامعات طبعا، وكنا نتمنى أن يعني أيضا بعض المراحل التعليمية يعني المرحلة الابتدائية طبعا نعرف وضعهم ونعرف يعني الأطفال في هذا السن أحيانا عندنا تختلف الأجواء في منطقة منطقة، يعني تختلف في عملية الجو الحار وعملية تهيئة المدارس إلى آخره، فيفترض أن ينظر الجانب هذا أن هناك يعني مراحل أيضا في التعليم يجب أن يراعى فيها هذه الفصول وليست له كل المراحل. يعني ما في مدارس خاصة أعطوها فصلين؟ لا، بس للجامعات. نعم الجامعات، وطبعا ما أدري كل الجامعات، لكن الأولوية أنه يكون المراحل الأولية، لأن الطفل في هذا السن يعني له احتياجات خاصة، وأيضا الظروف يعني البيئية تأثر. عندنا أيضا الجانب الآخر، جانب عالم موجود معنا في التعليم اللي هو جانب الإعاقات، عندهم مشاكل صحية وعندهم مشاكل نفسية وعندهم مشاكل، أيضا يجب أن نراعي الجوانب هذه حتى يعني نحقق الهدف من الرسالة. قبل ما ندخل في المحاور بسأل الدكتورة هنوف أيضا عن رأيك في هل استثناءات في الثلاثة أترام؟ تمام. أولا من أين نبتدي وأين ننتهي؟ احنا في كثير أمور نشيد بها بلا شك، لكن نطمح للأعلى ونطمح للأفضل. لما تجد أنه فعلا ما زالت بعض السياسات موجودة إلى الآن في ظل إطالة الأترام الثلاث، ما زالت نفس السياسات قائمة في الفصل الواحد فوق 40-45 طالب، بلا شك أنه هذا لا يلمس بشكل مباشر اكتشاف القدرات لدى الشباب اللي كانت هذه وجهة يعني سمو سيدي يعني في قضية التركيز على الشباب والنشأ. احنا الآن أطلنا المدة في التعليم، الأنشطة غائبة إلا بشكل بسيط من بعض المدارس، التهيئة أو الجاهزية داخل المنشآت ضعيفة في ظل الأجواء المختلفة أو الأجواء خلينا نقول الحارة زي ما ذكر في بعض المناطق أستاذنا اللي موجود معاكم أتشرف فيه. ففي كثير من الأمور تمس الطالب بشكل مباشر تجعله يقظ في جانبه المجهد خلينا نقول، والأسر كذلك معه. أضف إلى ذلك ركزت على جانب مهم اللي هم ذوي الاحتياجات، التكدس الهائل اللي يحصل في المدارس، المدارس التكدس اللي يحصل فيها يجهد المعلم في تقديم أعلى طاقة عنده، المعلم يبذل قصار جهده على أساس يقدر يوصل لجانب معين من الإنجاز داخل هذه الفصول ويكتشف مهارات الطلبة. سؤال واحد من نعم ولا، سؤال واحد من نعم ولا للأطفال أو للأبناء في الابتدائي والمتوسط والثانوي داخل الحصة الدراسية لو بيسأل وبيمر على الطلبة كلهم راحت 3/4 الحصة، فبالتالي في عندنا مشكلات تواجهها طاقة المعلم ويواجهها الطلاب كذلك. طيب دكتور معيض، كيف ترى تأثير تخصيص معلمين متخصصين يدرسون لغتي رياضيات العلوم على جودة التعليم خصوصا في المرحلة الابتدائية؟ ومن ناحية القرار جيد، ليش؟ لأن جودة التعليم مطلوبة، وأرى أن الوزارة يعني فكرت في هذا الموضوع، أكيد لها هدف في تحسين المستوى التعليمي وخاصة في المراحل التعليمية. عادة معروف أن الطفل السنوات الذهبية عند الطفل حتى 10 سنوات، فيعني من الأهمية بمكان أن يكون هناك تخصيص فعلي لمادة الرياضيات واللغة العربية والعلوم، لأن هذه المواد هي اللي تبني شخصية الطفل. فأنا مع، بس هل السؤال اللي يطرح نفسه، هل المحافظات تستطيع أو يستطيع أن يكون هناك توفير هذا التحدي جميع، هل تستطيع توفر جميع المعلمين في هذه التخصصات؟
هذا يعني يجب الوزارة يعني تجيب على هذا السؤال. الشيء الثاني أنا لا يعني صحيح الرياضيات واللغة العربية ترى فيه يوم من أيام كم تخصصات أخرى يدرسون هالمواد هذه، ليس بالضرورة أنه يعني في معلم في تخصص لا يستطيع تدريس المادة، خاصة المواد في الابتدائي ليست صعبة في الرياضيات ولا في اللغة العربية، ليست صعبة يعني ممكن يدرسها أي يعني، لكن تخصيصها لأهداف أنك تحقق الهدف اللي هو جودة التعليم في هذا المجال. طيب دكتور الهنوف، دور الأسرة في دعم الطفل للعودة بعد استرخاء وبعد صيفية وبعد إجازة، يعني إيش الرسالة اللي ممكن توصلينها للأم والأب في أنه يتعاملون تعامل أمثل خصوصا في هالأسبوع؟ طيب احنا عشان بس نتكلم اكثر عن الفئات اللي موجوده في المجتمع في قضيه المباشره للمدارس، حقيقه اللي بيدخل في مدرسه عامه في مسار الحكومي حيكون يجهز ابنه لكثير من الامور، حيكون يجهز ابنه لكيف انه يصارع لوجود يعني لاثبات ذاته، هذا اولا. لازم نخلي الطفل عنده قدره على انه يجابه اي نوع من انواع التنمر، لازم نجهز الابن قد ما نقدر بانه يكون متحفز ومتحمس انه يكون في ظل هذا الجهد اللي بيقدم انه يكون رقم واحد، حيكون في جهاد لانه يصل فعلا ويكتشف ذاته. القطاع الخاص او المدارس الاهليه والخاصه الموضوع مختلف لانه فيه ثلاثيه واضحه اللي هي المرشد او المعلم، الاسره، الطالب. تعال للمدارس اللي تابعه لوزارة التعليم، عندك مرشد طلابي واحد على كم هائل من الطلبة، يتعرض أحد منهم لإشكالية، هذه قناة الوصل اللي مفترض المرشد الطلابي هذا الوحيد اللي كم طالب في المدرسة لازم أنه يتابعه أو يشوفه إذا كان في جودة في تقديم ذلك، إذا كان في جودة، لأني أنا ما لومه لو ما يقدم جودة المرشد الطلابي. ثقافة الأسر في التواصل مع المدارس، تواجدهم بالمدارس أو اتصالهم مع المدارس، هذه يبغى لها توعية، هي حلقة تجهيزهم من قبل الدراسة للأبناء، لما نجهزهم قبل الدراسة لازم نوعيهم للمرحلة اللي هم منتقلين لها. هو في مراحل لما بينتقل لك الطالب من كيجي 3 أو من روضة إلى ابتدائية مختلف عن من ابتدائية إلى متوسطة، المشكلات المجتمعية من مجتمع إلى مجتمع مختلفة، من حي إلى آخر مختلفة، فبالتالي في أمور نخاف أنها تكون مؤثرة عليهم، وفي أشياء بالعكس ممكن تضاف لهم على حسب المدرسة والكادر اللي موجود والمتابعة لهذا الكادر. أضف إلى ذلك أنه لابد أنه فعلا يكون عندنا الدافعية والحافز اللي نحفز فيه أبنائنا يكون بمصداقية، يعني لما نحفزه أنت طالع المدرسة أنت حتكون مميز، أنت لازم أعلمه برضو الأشياء اللي حيتعرض لها، الأمور اللي ممكن يتعرض لها. الطالب يجي متحمس، شاري الشنطة، شاري الملابس، يبي يروح يداوم، شاريها المريول، تروح للمدرسة، الكم الهائل أو التكدس أو الضغط اللي حيكون عليها حينفر بشكل أو بآخر. فبالتالي لو أنا بعطيها أحلام براقة وتروح، لا، لازم نعمل الجانب السلبي والجانب الإيجابي. طيب. في أمور كثيرة والله شايف. طيب قرار دكتور منع المدارس من تمييز الزي المدرسي، والله هذا بصراحة يجب أن ننظر له نظرة. أول شيء اشرحها اللي ما يفهم هذا القرار. يعني هو معروف أن عند البنات لهم زي مدرسي خاص، وعند البنين نفس الطريقة، بس واضح أن كل مدارس استغلت الجانب هذا في عملية التمييز بين الطلاب. يعني أنا لما يكون عندي ثلاث بنات في البيت، واحد تلبس زي وهذه الزي وهذه الزي، يعني كل واحدة متميز يعني في على الأخرى، وقد يكون الزي هذا جميل لهذه المدرسة والآخر، فالتوحيد يجب أن يكون جميع المدارس زي واحد. نعرف أن المرحلة الابتدائية لها زي، ما ضروري أن يكون والله المدرسة هذه لها لون وهذه لها لون، لكن كل مرحلة الابتدائية لهم زي، المتوسط لهم زي، عشان نفرق بين المراحل، هذا واحد. لكن أنك تضع نفس المدارس مدرستين جنب بعضها وكل واحد لها ألوان ولها مميزات، إضافة إلى أن هناك أحياناً يستغل الجانب هذا في بعض المتاجر أنها ترفع الزي المدرسي بألوان بكذا، هذه تأثر على الأسرة. وهذه قرار أيضاً عندنا استطلاع، بس باخذ الدكتورة الهنوف للتعليق على قرار منع الاحتكار. يعني زمان نستغرب، يعني أنا مذيع طبعاً لكني ولي أمر، فأستغرب أنه تكلفني قطعة لبنت في الابتدائي يعني 200 وفيها أكثر من 200 وفي غير اللبس الرياضة ترى في النهاية يعني التكلفة حقتها احنا نعرف ان تكلفتها ما تتجاوز 30-40 ريال. صحيح. مما يثير الشكوك ايضا ان هذا المتجر هو لصاحب المدرسة. نعم. القرار هذا في منع الاحتكار ايش رايك فيه؟
بلا شك هذه من القرارات السليمه، وانا اشوف انها تغير او يعني تبعد يعني خلي اقول لك الهويه تصير مختلفه من مدرسه الى اخرى. غير كذا حيكون في جانب تجاري جيد، اذ ما يكون التاجر يستغل هذه المساله. غير اساسا حتى يعني خلي اقول لك قبل المدارس والزحمه اللي بتكون على هذا المتجر او غيره بتشكل مشاكل كبيره. فبالتالي انا هذا القرار جدا يعني كان جيد وفي محله عشان نكون أكثر منطقية، لكن حري بنا نركز برضو على أشياء ثانية كانت أكثر أهمية من المريول. طيب سوينا استطلاع في شارع سعودي، سألنا هل اعتاد طفلك على التعليم ذاتيا أو التعليم تقليديا مع الوالدين؟ شوف نرجع. في البداية كان الدور الأساسي مني أنا، بدأت معاها وحبة حبة بدأت تعتمد على نفسها. والله تقليديا أفضل في البداية، تدريجيا يكون مع الوالدين سنة الثانية يبدأ شوي لين يتمكن من التعليم بنفسه أفضل يعني. ذاتياً تقليدياً، تقليدياً مثل الصلاة مثل الاحترام، مثل ذاتياً يتعلم يعني مثل يرسم أو شيء. طبعاً بتكلم عن نفسي وعن عائلتنا، أطفال يتعلموا ذاتياً بحسب البرامج اللي جت الآن متوفرة زي اليوتيوب والأيباد 24 ساعة معاهم، فاليوتيوبات الآن صارت بتطلع احداث كثيره للاطفال من التعلم، يتعلموا لحالهم، فجاه الاقي معلومات جديده انا ما اعرفها هم يعرفوها، هذا اكثر شيء فيها. اهلا بكم من جديد، اهلا بمن ينضم الينا الان. نتحدث عن موسم العوده للدراسه، ورحب مجددا بالدكتور معيذ الزهراني وهو المستشار التعليم والمدرب المعتمد. اهلا بك دكتور. حياك. ايضا الدكتوره هنوف الحقيال عبر سكايب المستشار الاسريه والتربويه. دكتوره هنوف اهلا بك. حياكم الله. كانك المحت في شيء اهم من الاعباء على الاسر، مثل ايش؟ والله لما نجي نتكلم عن التنظيم المروري مثلا اعطيكها على عجاله كذا، اللي قدام المدارس بعد الخروج والحارس واحد في المدرسه كامله، وقد يكون لا يستطيع انه بعمره وبحكم عمره انه يدير كل هذا المشهد، هذه واحده منهم. عرفت كيف؟ اثنين موضوع تجهيز المدارس بالاجهزه او بالتكييف او بالمعامل او حتى بالانشطه، الانشطه اللي حقيقه احنا نسمع فيها لكن ما تطبق بشكل كبير. ال- 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 الامور الماليه اللي تصرف للمدارس على اساس الانشطه، يا استاذ صلاح، اوقات المعلمات اساسا يشتكون في مراكز الاشراف ولا في الجهه المسؤوله ما يلقى صدى، المعلم ترى والله العظيم ضايع فيها بالنص، لا بين القائد ولا ما بين المسؤول عنه. فبالتالي المعلم في النص هو اللي يعني متكبد ومتحمل الشيء، الامرين متحملها، لا من الضغط، لا من الجهد اللي يكون عليه، لا من الإنتاجية اللي مطلوبة منه، لا من ضغط الطلبة اللي عليه، لا حتى من الأنشطة اللي مطلوبة منه، وإذا زاد عليها الـ 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 الأمور المالية اللي لابد أنها توفر. هي موجودة، دولتنا ما تقصر في التعليم ولا قصرت في الصحة ولا قصرت في أي جانب، لكن المتابعة في هذا الشأن مهمة جدا من المسؤول. طيب يعني على نعم طيب أيه. أول شيء أشكرها جدا، أنها جات جانب مهم جدا، عملية الأعباء على الأسرة ترى جدا هذه مهمة جدا. يعني بعض الأسر هي ليست عندها بنت واحدة، قد تكون عندها ثلاث، قد تكون عندها أربع، إضافة إلى الأعباء الأخرى. فلما تطالب المدرسة، وخاصة أنا أقول البنات هم للأسف هم اللي يعني دائما صاحبين هالرسالة السيئة، أنهم الآن يطالبون من البنات بأشياء أكثر من إضافة إلى عملية الرسوم، إضافة إلى عملية مطالبات أحيانا لتطوير شيء معين، أجهزة زي ما ذكرت الأستاذة. يعني فأنت طالب أسرة يا الله، يعني أحيانا قوت بيتها وتدفع، ومن وين تدفع لهم؟ يعني ما يكفي الملابس وكثر الزي الأنواع هذا والألوان والمبالغ اللي الزايدة، يجب أن تنظر للمدارس بالشكل هذا، عدم تكليف الطالب بأي رسوم إضافية. الطالب جاي فقط يتعلم ويمشي. نعم هذا الصحيح. طيب. هذه الدولة أعطته يعني الفضلية هذه، فيجب أن ما نركز على الأسرة في دفع المبالغ الهائلة والطائلة طول العام، وخاصة ثلاث فصول ما هي سهلة جدا. صح. فاصلنكم بعد ما تبقى من برنامج شارع سعودي، فابقوا معنا.
اهلا بكم، اهلا بمن انضم الينا الان. مع التزامن للعوده للدراسه تاتيكم هذه الحلقه من الشارع السعودي. رحب مجددا بدكتور معيض الزهراني المدرب المعتمد المستشار التعليمي، اهلا بك دكتور. حياك الله. وعبر سكايب الدكتوره الهنوف الحقيل المستشاره الاسريه والتربوي، دكتوره اهلا بك. حياكم الله، يا هلا ومرحبا. دكتور معيض، لا شك انك كمستشار تعليمي اليوم في ترند عند المسؤولين يقول لك رحم الله من اهداني عيوبي. صحيح. كيف تقيم نوعية وتوقيت اتخاذ القرارات التعليمية؟ أولا طبعا دائما الميدان ينظر في كل عام أو بداية كل عام للقرارات اللي تخدم الميدان. أنا أقول ليس كل القرارات يجب أن نعترف، أن طبعا نعرف أن عنده وزارة التعليم في خبراء هم من يضع القرارات وهم من يعني يضع سقف القرار، ويعني فيجب ان هذا نؤمن فيه. لكن عندما تضع قرار او تفكر في قرار يجب انك تعرف الميدان وترسل. صحيح. يعني استبيانات للميدان، تعرف راي الميدان، تعرف راي المعلمين. عطنا مثال. مثال الان مثلا من ايام او يومين تقريبا صدر قرار او توجيهات بايقاف قسيمة التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة لبعض المسارات، طبعا منها صعوبات التعلم، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة الحركية، بمنعها، بمنع ايقاف القسائم التعليمية في المدارس، طبعا المدارس طبعا الأهلية. انا ما اتكلم يعني اتكلم من القرار، توقيت القرار هل هو مناسب؟ عندنا متى صدر؟ تقريبا توجيهات جت من ايام، من يومين او ثلاث ايام. مئات الاسر، امهات يعني صدموا بهالقرار. تصور ان ام قاعده تنتظر زي مدرسه لابنها او تستلم ويجي قرار بايقاف القسيمه وابحثي عن ابنك المدرسه اخرى. نحن نعرف ان المدارس الحكوميه فيها المسارات وفيها التخصصات وممكن الطالب هذا مش يعني يتاثر، لكن ناظر لبعض الاعاقات، انت لو تنظر الاعاقه البصريه حتى يعرف المكان ويستطيع ان يعيش في المكان يتأقلم على المكان ياخذ فتره، فلما انت تجي في قبل الدراسه بيوم ثلاث ايام تقول ايقاف القسيمه ما ابحث عن مدرسه اخرى. فكم الامهات جاتني رسائل ان هذه المشكله صدمه نفسيه لها، فيجب ان نتخذ القرار. ممكن نرسل لجان ونتاكد من الاعاقات اللي تستحق القسائم واللي ما تستحق القسائم. هناك يعني اعاقات التوحد وفطر الحركه، هذه القسائم ماشيه لها، لكن صعوبات التعلم، الاعاقه السمعيه، البصريه، والاعاقه الجسديه اللي هي محتاج رعايه اكثر، وبعض المدارس ممكن هيئات الدور. فأنت تقول حتى لو وفقت الوزارة في هذا القرار توقيتها ما كان مناسب قبل الدراسة بيومين. نعم، نبحث وندرس الحالات. طيب. ونبدأ نوجه. دكتور الهنوف عندك تعليق؟ والله ما شاء الله الكلام اللي قاله سليم وفي محله حقيقة، بس أنه مو بغريب، ما استغربها أنا من وزارة التعليم ليش، وإن كان في لهجتي إحباط، ها؟ لكن الحقيقة القرارات المتخبطة والعجولة هذا مو بمعنى. أنا عن نفسي ما استغربه وزارة التعليم، ما استغربه. طيب بما أنك يعني خليني أعطيك هذا السؤال المباشر، بالرغم أني أختلف معك على كلمة التخبطات، لكن لو كانت الهنوف صاحبة قرار في التعليم ورينا وش حتسوي. أوه سؤالك عميق جدا. شيء واحد قبل أي شيء، المصداقية في نقل رأي الطلاب والمعلمين وأسرهم، المصداقية في نقل رأيهم. مجلس طلابي أسمع منه، مو من برج عاجي أنا أجيب خبراء وغيرهم وأسمع منهم، ولا أنقل تجارب، ولا أنقل نماذج من دول مختلفة بدون ما أدرس الثقافة أو الكالتشر حقي، ثقافتي، ثقافة البلد، دافعية اللي الطلبة اللي عندي، الأنشطة اللي أشتغل عليها أكتشف فيها أجمل ما لديهم، أحسن ما فيهم. الشباب اللي عندنا ما شاء الله عددهم كبير، والشابات والبنات والأطفال أعداد ما شاء الله نقدر نستثمر فيهم. هل أنا قاعد أستثمر؟ هل أنا قاعد أطلع؟ هل أنا بالفصل الواحد يا ابن الحلال؟ إحنا في العيادات نشوف التنمر، نشوف العدوانية، نشوف السلوكيات اللي قد تكون من الازدحام ومن تناقل السلوكيات أوقات. هل أنا أقدر بمرشد طلابي واحد في مدرسة يمين ويسار مليانة أقدر أثر غير المرشد الطلابي أستاذ هنوف؟ هل أنا أقول لك لابد من مجلس طلابي من خلاله ينقل الصوت بشكل واضح وصريح ومباشر بدون ما نسمع شعارات براقة. طيب. شعارات بس أن الدنيا قاعدة تتحسن في الأمور التعليمية. طيب لا. سوينا استطلاع في الشارع السعودي، سألنا ما هي الأدوات الدراسية اللي الأسر تشتريها لكنها ما تستفيد منها. نشوف نرجع. المائية الأستاذ أحيانا يطلبها أنت ما تستعملها، أو الطباشير
أو في بعض الأحيان البراية الكبيرة كذا يعني. فهذه أحيانا أجيبها أستعملها مرة وبعدين أرميها أو أعطيها لأخوي الصغير. النوتات مثل الملصقات، أو أنه أشتري مطارة أو أشتري أشياء أكثر من حبة وبعدين ما أستفيد منها، أستفيد بس من حبة واحدة. دفتر تلوين، وأنا ما أستعمل حبر بس أشتريه، بس أستعمل رصاص. مقلمة، ما تستفيد من مقلمة؟ لا. يعني دائما أشتري لابنك ما يحتاجه، ما هي عملية رفاهية. أنا كل ما يعني يطلب مني أشياء يعني إضافية، أشوف أبنائنا ما يخرجوا من المكتبات. طبعا المكتبات هي تستثمر ويطلب لوحات على ذا، رسوم، الصور ذا. ليش؟ يعني أنت المدرسة فيها قسم للنشاط المدرسي، خلي الطلاب هذا الجيب يا صاحب المدرسة يا المدير يا خاص، قسم خاص لإنتاج الوسائل التعليمية. ليش أنت طالب الطالب أن يشتريها ويسوي له بحث في المكتبة ويدفع مبالغ؟ صار والله اللي يشتغل عندنا، والمفروض نعطي الدرجات اللي في المكتبات، يعني ما نعطيها لهؤلاء لأنهم هم اللي قاعد يشتغلون العمل. يعني أنت تبرئ سلوك الأسر الاستهلاكي؟ يعني اليوم الأسر، أنت سمعتهم في التقرير يقول لك أنا أتفاجأ أني أشتري شيء أنا محتاجه. الآن خلصنا من المدرسة والقرارات التعليمية، بنروح لسلوك الأسر الاستهلاكي. فهل الأسرة اليوم تشوف أنها سلوكها الاستهلاكي مقنن ومناسب، ولا عندهم أخطاء؟ هي مجبور بعض الأسر، لأن أبنائها يطالبون لما يشوفون طالب في المدرسة عنده آيباد وأنا ما عندي آيباد، عنده لابتوب وأنا ما عندي لابتوب، عنده مثلا إمكانيات أفضل مني. يعني يجب المدرسة تعطي يعني فعلا حد أعلى للطلبات، اللي عشان كل أسر نفسه. ما أنا والله إنسان يقدر يستطيع، بعضهم يستطيع يشتري بدل الآيباد ويقدر يشتري اللابتوب عادي عنده. فيجب أن نكون مطالباتنا يعني تتناسب مع احتياجات الطالب داخل المدرسة وليس احتياجات. تتفقين دكتورة هنوف؟ أتفق بلا شك. أساساً الضغط النفسي اللي يكون على الأسر أوقات لما والله يجيك ولدك ولا بنتك يقول والله صاحبتي تقول لك والله صاحبتي معاها شيء الفلاني وأنا ما عندي وهذه عنده وأنا، يا أخي الحرقة اللي يحس فيها الأسر اللي ما يقدرون يوفرون هالأمور يأثر عليهم، يأثر على الطفل. أو ما نقدر نشوف لها حل، ما نقدر نشوف لها حل إنه نرفع الثقة في البنت والولد ويكون هذا دور الأسرة. والله خاف أقول شيء وتقولون هنوف شدتها بزيادة، بس أنا ودي أقولها صراحة. يعني والله إذا بتشدينها فلا لا تقولينها. خليني أسألك على سلوك الأسر الاستهلاكية اليوم. الأسر هل تشوفين سلوكها الاستهلاكي مقنن زي ما قلت الأستاذ معيض؟ تذكر أول قبل ما في فروقات في الأكل، ما في فروقات في الأمور هذه. أوقات لما قلت لك بشدها قبل شوي أنه مفترض الأدوات المدرسية أساساً تكون بسياق واحد ومطلوبة بسياق واحد مثلاً من الطلبة كلهم في حد سواء. أوقات توزع بعض الأمور اللي لها علاقة، يعني زي مثلاً يقولوا لك في الاختبار لا تجيب معك إلا قلم أزرق، لا تجيب معك إلا مسطرة. ضبطوهم ولا ما ضبطوهم؟ ضبطوهم صح ولا لا؟ أوقات البنات لا تحطين الربطة الفلانية والشكل الفلاني ومدري كيف، ولا تسوين بهرج. يعني أنت تطالبين أنه قبل بداية أي موسم تعليمي يكون فيه زي التشيك ليست لا تتجاوزونها، يعني عشان نحافظ على نفسية الطلاب والطالبات. مو بس النفسية، ترى أوقات تودي المنعطفات، ترى ما هي بعادية، ترى تشوفون المقارنات موجودة طبعا. والمقارنات وتوصل إلى مفارقات ولا ضعف ثقة بالنفس. أقول لك شيء، أقول طبعا دائما رأي المذيعين غير معتد فيه، وفي التعليم يقول لك في تعليمنا وإحنا ناخذ الدورات يقول لك لا تقول رأيك، بس أنا بقوله عشان أعمل توازن. تدرين أنا في بيتي قضيت على هذا الشيء. إن شاء الله لو جاب زميله شيء أنا ما أقدر أسويه، أنا أقول لا تقارن نفسك بالآخرين، قارن نفسك بأمس واليوم وبكرة. أما أنك تقعد تقارن نفسك بالناس بتنشغل فيهم وما راح تتعلم. فممكن شخصيات الأبناء تختلف، وممكن قابلية أبنائنا تختلف. يعني في عندك شخصية التعبيرية الحساسة، في شخصية المنفردة القائدة، ترى أوقات نمط الشخصية يؤثر على تعاطيه مع أي مشكلة يتعرض لها.
فاحنا بالمقابل امهات وكآباء نوجع على عيالنا، نبي نعطيهم يا اخي نقصر على عمرنا ونعطيهم، هذا الشيء اللي طبيعي يعني بالفطره موجود عندنا. فقضيه ضبط هذا الموضوع بيكون بنظام داخلي جوا المدارس. سابقا زي ما قلت لكم قبل كان مضبوط بشكل جيد في طيب. موضوع مثلا الفسحه والفطور رساله من المدرسه طيب. باقي عندي محور الثقافات والتواصل الثقافي بين الطلاب مثل ادخال اللغه الصينيه باختصار. انا اعتقادي ان هذا التنوع الثقافي اساسا من الان من رؤيه 2030 انه يعني من اهدافها التنوع الثقافي. فبالعكس احنا هي في المرحله المتوسطه تقريبا حول 3 حصص يعني في الاسبوع، ما بالعكس هذا شيء جيد. التنوع الثقافي مو بس انه يخدم الاقتصاد، فانت لما تطلع على ثقافات اخرى هذا افضل. بالعكس انا احيي القرار هذا، ان فعلا ان صحيح. تعليم اللغات الاخرى هذه مفيده جدا، ما نقصر على اللغه العربيه، بالعكس اللغه الصينيه هذه الان الاقتصاد هو الصيني عندنا، فافترض ان يعني يدخل اللغه فعلا في طيب المجال. انا امنح كل ضيف 30 ثانيه قبل الختام ليختم بالطريقه التي يريدها. دكتور الهنوف ممكن يبدا استاذ معيض قبلي عشان افكر فيها صح؟ طيب تفضل يا دكتور. اول رساله يعني اتمنى من وزارتنا انهم عند اصدار اي قرار يعني يجب ان يتلمسوا حاجات الميدان وما يحتاجها الميدان، وحتى القرار يكون يتناسب مع، حتى لا يكون صعب ولا يكون هناك اراء مختلفه، يعني هذا يعني في وجهه القرار. الشيء الثاني انك تنظر للحالات والتصنيفات ولا يعني قبل اصدار اي قرار، زي قرار الإعاقة هذا أنا عندي يعني تحفظ على وقته، لما ممكن يكون التنظيم جيد ولكن وقته ما هو مناسب. لما الأسر تجهز على تروح مدرسة وبعدين فكرتي دكتورة؟ يعني بلا شك صدري. أنا قلبي على يمكن طرفين، الطرف الأول الطلبة اللي عددهم كبير يكون جوا الفصول، ودولتنا تقدم الغالي والنفيس علشان تلبي، ومركزة جدا الرؤية في قضية التعليم زي ما قلتوا التنوع الثقافي وغيره. فبالتالي تركيز سمو سيدي أمير الشباب على موضوع النشأ والشباب بشكل كبير يخلينا نقول التكدس اللي حاصل مأساة تعليمية، الضغط اللي على المعلم والطلبات اللي تطلب منه وتضاف له في المدة الزمنية هذه الطويلة كلها مع ضعف الإمكانات اللي ممكن تصل أو لا تصل له هذه مجهدة. حلقة الوصل كذلك، حلقة الوصل الثلاثية، المرشد، الطالب، الأسرة طيب. فيها مأساة كبيرة هذه. طيب الدكتور الهنوف الحقيقة المستشار الأسري والتربوية كانت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. والدكتور معيد الزهراني المستشار التعليمي والمدرب المعتمد، شكرا لك وشكرا لحضورك. لا تذهبوا بعيدا، فاصل نكون بعد ما تبقى من برنامج شارع سعودي، فابقوا معنا. زميلنا وليد المالكي من جدة جاءنا بهذه القصة المتميزة من الوسط التعليمي، تابع. غرمان العمري مدير مدرسة الفيصلية للموهوبين من منسوبي التعليم المميزين، يبث طاقته الإيجابية على مجموعته التعليمية من المعلمين الأكفاء، ليبدأ الجميع بجدية عالية قبل وصول الطلاب إلى مقاعدهم. رسالة التعليم رسالة سامية، ونقوم بدور مهم في المجتمع حيث نقوم بتعليم الطلاب وتربيتهم من خلال اليوم الدراسي وأنشطة اليوم الدراسي. نشارك الطلاب، ومتى ما استشعرنا هذا الأمر صنعنا يومنا واتينا إلى المدرسة بكامل طاقتنا الإيجابية. نشارك أبنائنا الطلاب الاصطفاف الصباحي اليومي، ونقوم بتوجيههم ورعايتهم من خلال الإذاعة المدرسية والتوجيهات الصباحية، ونحاول جاهدين أن نحل أي تحدي قد يواجه الطالب أثناء يومه الدراسي. يعمل المعلمون في مجموعات لمناقشة مهامهم والاستعداد لأدائها، ويتولى الأستاذ غرمان المتابعة والوقوف على العمل.
أبنائنا الطلاب مدارسكم تنتظركم وعائدون بمشيئة الله، مستقبلون عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاء والتميز إن شاء الله. نرجو منكم جميعا البداية الجادة والإقبال على المدرسة بروح إيجابية وطاقة إيجابية. من خلال هذا الأمر ستحققون بمشيئة الله ما تصبون إليه أنتم وأولياء أموركم. حصل الأستاذ غرمان بمساعدة مجموعته الرائعة على جوائز محلية ودولية، منها جائزة التعليم للتميز فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، وجائزة حمدان بن راشد فئة الإدارة المدرسية، وحصل أيضا على الفئة الذهبية من جائزة مكتب التربية العربي. أيضا تسعى المدرسة إلى توثيق العلاقة بين الأسرة والمدرسة كشريك استراتيجي وشريك رئيس في تنفيذ خطط المدرسة، وينعكس ذلك على الانضباطية العالية داخل المدرسة، وأيضا ينعكس على تحسين مخرجات التعليم ونواتج التعلم أيضا. طبعا لدى المدرسة خطط أسبوعية وخطط فصلية تنفذها، كل فصل خطط فصلية تنفذ في الفصل الدراسي كامل، وخطط أسبوعية بنهاية كل أسبوع تسلم للطالب لبداية أسبوع دراسي قادم، بحيث يكون الأمر على اطلاع تام بمشروعات والمهام والتكاليف لدى الطالب ليشاركنا هذه المهمة، وأيضا يكون على وعي تام بما يقدم لابنه خلال رحلته التعليمية في المدرسة. لقناة السعودية، وليد المالكي، جدة. إن كتبتم لنا رأيكم ونقدكم فسنأخذه في الاعتبار. حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي دائما تنتظركم، منكم نستفيد ونتعلم أيضا. فريق الشارع السعودي بقيادة الزميلة نورة ربدي رئيس التحرير هنا دائما من أجلكم. شكرا. منتج هذه الحلقة ريم السلطان، ومخرجها بدر العنزي. كونوا بخير.